إن من يوم كنت صغيرة كنت دائما مرة أحلم إني أركب خيل، وإذا شفت خيل نفسي أجرب نفسي زي كذا، بس البيئة ما كانت وقتها تساعد، والأشياء هذه ما كانت الثقافة هذه الدرجة. جاتني إصابة كورونا المرة الثانية، والمرة هذه طلعت فيها يعني بأعراض نفسية مرة قوية، جاني اكتئاب حاد ورهاب اجتماعي. لما جاني الرهاب الاجتماعي الحاد والاكتئاب بعد الحاد، انه انا ما كنت عارف وش قاعد يصير معي، حرفيا ما كنت عارف وش قاعد يصير. قلت اسوي اشياء كثير، بعدين بديت اتذكر اقول انا في اشياء كنت احبها، ابغى اشياء اسويها، ابغى اتذكر الاشياء اللي كانت تصير معي في حياتي اول. بعدين ذكرت انه الخيل كان في فرس انا متعلقه فيها اسمها غزل، اروح لها واشوفها وكذا، فعرفت انها ولدت وجابت ولد، فجابت حصان صغير مهر، فقلت خلاص انا بروح اشوفها. اول ما دخلت المربط وشفت الخيل، شميت ريحه الخيل لاول مره من 3 شهور، احس اني شوي بخير، احس اني هاديه، احس ما عندي الرجفه والخوف هذاك من الناس. بعدها قلت اوكي انا بكره من بكره راح ارجع. الخيل اكثر من يعني انه رياضه انا اروح اركب ولا امارس رياضه، لا، غير عن كل الرياضات، فيها شيء نفسي، فيها شيء عقلي، فيها شيء ذهني، فيها اشياء كثير. تهواني موضوع البطولات، خاصة إن مواضيع طويلة وكثيرة. عندي الآن 22 مشاركة، 17 مرة فزت فيها. آخر بطولة لي شاركت فيها كانت شوط الفارسات، فزت فيها المركز الأول ب 47 ثانية.